ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده بشارككم فيديو جديد عن اصلاح الموتور بتاع الطبق. كتير مننا بيسيب الموتور ما بيحركوش لفترة طويلة. لما جينا نتفرج على كاس العالم فاضطرنا نحرك الموتور عشان نجيب بعض الاقمار اللي على الكرات المفتوحة في كاس العالم. طبعا جيت احرك الطبق متحركش، فبدأت اطلع زي ما انتم شايفين كده فوق. حليت الموتور اهو، الموتور في ايدي اهوت، واخد بالك؟ وبعدين بعد كده بشوف الايه الفتيل اللي بيبقى موجود جوه القصبة بتاع الطبق. بحاول احركه بايدي تقيل. طبعا انا مسكته فكيته وزيته قبل ما احل الحلة دي كده قدامكم. انا مسكته فكيته وزيته، بس برضو كان مازال قافش تاني شوية. فانا هنا بحاول ايه ارجلشه تاني زي ما انتوا شايفين كده. انا مسكته فكيته بالشنيور زي ما هنشوف كده. اركب الشنيور دلوقتي وابدا الفه شمال ويمين. بيبقى في فتحه في الجنب في قلب القصبه دي كده، القصبه اللي انا هركب فيها الشنيور دلوقتي. الفتحه دي بتحط فيها زيت وبتبدا ايه تلف ال الفتيل اللي جوه القصبه، يا اما شمال يا اما يمين على حسب انت عايز تودي انهي ناحيه. طبعا مرة بتفرده ومرة تانية بترجع تلمه تاني وتحط زيت في كل مرة. ويبدأ الزيت ايه لما بتفرد، يعني تفتح القصبة على الاخر، بيبقى في مجال اللي هو يعتبر الجزء اللي طلع منه الفتيل بيبقى ده يعتبر فاضي من جوه. فانت بتعتبر بتملاه زيت، ولما بتيجي تلف العكس بيبدأ الفتيل يخش في تعتبر اللي هي الصمولة الطويلة ديت ويطرد الزيت منه. وهو الزيت بقى نازل بياخد الايه الرواسب والحاجات الصادة والكلام اللي كان حايش الموتور ده، وابدا ايه وابدا انزلها. زي ما انتم شايفين كده دلوقتي انا بربط الشنيور في قلب الاكس اللي جوه اللي هو بيلففه الموتور. الاكس ده بيبقى فيه بطح كده، البطح ده بيبات في قلب الموتور، لهمانيوم في الموتور عشان الموتور بيلف بيبدأ يلففه. فانا الاكس ده رحت رابطه انا في قلب الايه في قلب الشنيور، عشان بدل ما الف بايدي بلفف بالشنيور، بيبقى اسهل واسرع زي ما انتم شايفين كده. فانا دلوقتي ربطت الشنيور في قلب الاكس اهوت، وهنبدأ نشغل بنظبط بس الكهرباء عشان نشغل اهو. ابدا الف اهو، بحرك انا شويه شمال شويه يمين، وانا بحرك الطبق بيتحرك معايا. الدرع ده بيخش ويطلع، ان هو هنا بيفرد اهو، هو كان مفروض جزئي. اما انا لفيته على الاخر فكده فردته انا على الاخر اهو. لما بيتفرد على الاخر كده المفروض بقى ان التجويف اللي كان في قلبه الفتيل ده فاضل، هو الجزء اللي طلع فوق ده. فلما بتدي زيت، الزيت بيملى كل القصبة اللي تحت ديت، وابدا ما بتيجي تلمه بعد كده يبدا الزيت ايه ينزل بالراسب بتاعته. فانت بتوديه بتفرده وتلمه كده كذا مره لحد ما يفضي كل الرواسب اللي موجوده فيه. انا عملت الموضوع ده قبل كده، بس انا كنت يعني بشيك عليه تاني لان كان حصل ان هو تقل سن. الى جانب ان انا كنت المدى بتاع الموتور كان قليل، يعني ما بيتحركش ما بتجيبش كل الاوس. ففي حركة بنعملها في قلب الطبقة كده من جوه، في قلب الموتور من جوه، هوريها لكم دلوقتي. نفتح بيها المجال بتاع الايه بتاع الموتور، ليميت سويتش كده معين هوريكم دلوقتي من فوق. انا اتاكدت ان الطبقة بيفرد ما فيهوش مشكلة للاخر، لانه كان واقف عند الحد اللي انتوا شايفينه قبل ما ادور بالشنيور. فما ضغطت بالشنيور وفرد للاخر، اتأكدت كده ان المشكلة في قلب الموتور نفسه. الموتور ما بيلفش للآخر، وهنشوف ايه السبب دلوقتي. هنبدأ نفك الموتور، كل ده عشان كأس العالم، نتفرج على كأس العالم. نجيب القمر التركي والقمر الأذربيجاني والقمر الإيراني على مقارنات فتحة كأس العالم.
فاحنا دلوقتي هبدأ افك الموتور اهوت. المسامير بتاعته صليبة، بنفكها اهي. طبعا الموتور ده قديم قوي قوي، بقاله فترة كبيرة ما اتحركش، فطبعا له حق ان هو يبقى قافش كل الفترة دي. كنا جايبينه على المايل سات وسايبينه وخلاص. طبعا الشباب عايز يتفرج على الايه، على ماتشات كاس العالم، وانا طبعا لازما اسمع الكلام وافرج الشباب على الماتشات. فنبدأ بقى رحلة الصيانة اللي انتوا شايفينها دي. اهو بنفك الطبق، بنفك الغطا بتاع الموتور، الغطا الوراني. زي ما انتم شايفين كده المسامير معصلجة شوية لان بقالها فترة ما اتفكتش. يلا يا ابني الجدعان شوية، جدعان شوية عشان ما نزهقش الناس. يلا حبيبي يا مسهل يا رب. فتحنا الغطاء اهو، شايفين بقى كده جوه الغطاء الجزء الاسطواني الابيض ده، ده بتاع السنسور. بيعد اللفات بتاع الموتور عشان خاطر يحدد المكان بتاعه بالظبط، فلازم ده يكون نظيف. انا دلوقتي هنبدأ لازم ننضفه، فهنفكه الايه وننضفه، لان لو في اي تراب او اي حاجه تحت البكره ديت مع السنسور اللي تحتها، الدقه بتاع تحديد المكان بتاع الموتور مش هتبقى مظبوط، ويقعد يرحل كل شويه. فعشان ما يرحلش فبنبدا نفك المسمار ده اهو، شيل الاسطوانه ديت، تبدا تمسحها كويس وتركبها تاني زي ما كانت. اهو فك الموتور المسمار بس معصلك شوية يا ابن الجدعان يا ابن شوية. يا مسهل يا رب. احنا فكناه اهو، بيبقى لها منيب كده مشقبية بيركب فيها، فكها بالراحة اهو. وهنبدأ ان ايه نمسحها اهو، وهنبيتها في المنيم بتاعها. في تحت منها الجزء الاسمر ده اهو، ده عبارة عن ايه، سنسور البكرة اللي انا شايلها ديت مع السنسور ده. البكرة بتلف فوق السنسور فيبدأ يعد الايه عدد اللفات بتاعتها. شوف كام لفة. اهو هنبدأ ايه نربطها تاني. معلش المصور بتاعنا غشيم شوية. تمام تمام هنبدأ بعد كده بقى ايه نفتح المجال بتاع الايه بتاع الطبق. نفتح المجال ده ازاي؟ اهو زي ما شايفين دي الاسلاك اللي داخله في اللي جايه من تحت وداخله في قلب الطبق، بتبقى عباره عن 4 اسلاك، اللي هو اللون الاحمر والاصفر والابيض والازرق. ازرق واصفر واحمر واسمر، بيبقوا فيه طرفين بتوع الموتور وطرفين بتوع السنسور. شايفين بقى الجزء الابيض اللي انا حاطط صابع عليه دهوت، فيه كامتين اتنين فوق بعض، الكامتين دول مسننين،
والكامتين دول في جنبهم مفتاحين اهمت، انت شايفهم فوق بعض السمر دول. ايوه الكامتين دول اللي في ايدي دول في جنبهم حته سمره صغيره فوق بعض ملحوم فيهم اسلاك من ورا، دول عباره عن ليميت سويتش بيحدد نهايه الايه المشوار وبدايه المشوار بتاع الطبق. ففي فرق ما بين الكامتين اهو، واحده جايه اليمه دي شويه، واحده جايه الناحيه دي شويه، في مسافه فرق اللي انا حاطط عليها صابعي دلوقتي على الفرق ما بين الاتنين. فهنبدا دلوقتي نفك بالمسمار، نفك المسمار اللي فوقهم ده ونبدا ان ايه نحركهم. اوريك دلوقتي هنحركها ازاي. تمام، رفعنا الكمة اللي فوق اهي، هما الاتنين بيبقوا مسننين. فدلوقتي حطيناهم الاتنين فوق بعض، فلو حطيناهم الاتنين فوق بعض هيجي عند نقطة، ولا ده هيتحرك ولا ده هيتحرك، لازم يبقى واحد سابق واحد بحاجة بسيطة عشان اما ياخد مشوار يمة الشرق ويوصل لنهاية الشرق يقوم اللي ايه كمة من دول تفصل. وبعدين لما يجي يرجع الناحية التانية ياخد المشوار التاني يكمله لحد اخر مشوار الغرب، يقوم الكمة اللي فوق تبدأ تفصل. وهنبدأ نشوف الكلام ده. هنبدأ نحرك ال نوصل كهربا للموتور ونبدأ نشوف هيبدأ يلف الموتور هيلف ازاي، هياخد مداه للآخر ويبدأ يفصل ولا لأ. تمام، طبعا الموتور فوق من كتر الشمس وبتاع كل الحاجات دي المفروض انها بتتاكل، فانا بجيب مشمع واحطه في الكاوتش اللي انتوا شايفينها في الارض دهيت، بس كانت سليمه الاول، حطها فوق منه وبلفها بيها علشان خاطر تحميه من الشمس ومن المطر قدر الامكان. وهو الموتور بيبقى عاوز كل فتره صيانه على اساس انه موجود في الجو، في عوامل التعريه كل فتره بتأثر طبعا عليه. هذه الكاميرا اللي انا حاطط ايدي عليها ديت عايز احركها تفرق عن اللي تحت حاجة بسيطة سنة صغيرة عشان يبقى في فرق ما بين المشوارين، مش هما الاتنين يقفلوا مع بعض او يفتحوا مع بعض. ده الليمت سويتش اللي انا حاطط ايدي عليه الاسمر ده، ومن اليمة التانية بيبقى له زرار الكاميرا دي بتخبط فيه تقوم فصلها. طبعا هي تفصل على اللي فوق وتوصل اللي تحت، والعكس من تحت توصل على تفصل اللي تحت تقوم موصل اللي فوق، عشان لو وصل لنهاية المشوار في الشرق يبدأ يوقف الموتور ويبدأ ينقل الكاميرا. لما تفصل الطرف اللي تحت متوصل للطرف اللي فوق، وفي نفس الوقت بتقلب الأطراف بحيث الموتور يلف العكس عشان الموتور يعني يبقى له نهاية شوط ما ايه ما يبوظ الدنيا. فانا هو بفكها تاني اهو عشان ايه ارحلهم عن بعض سنة صغيرة، مرحلة سنة صغيرة، واحدة تبقى سابقة واحدة بحاجة بسيطة، اللي فوق سابقة اللي تحت بحاجة بسيطة قيمة سنتين كده، لأن الاتنين دول مشرشرين فوق بعض. تمام، هنبدأ بقى ايه نحرك نوصل كهربا للموتور ونشوف هيبدأ يلف ازاي.